في الأسبوع 27 على ملعب نادي العروبة بالجوف، حينها استطاع عبد العزيز خالد ناش وأيضا قدرة هذا الفريق على الانتصار على نادي النجمة والعروبة على التوالي هذين الفوزين، وتحديدا على نادي العروبة كان لهم أثر كبير في إعلان نوعا ما أو الاقتراب من البقاء. نادي صنع هذا الحارس في هذا النادي في نادي الصفا، شوف الضغط الجداوي يتواصل لنادي جدة، جدة يا حبيبي جدة، رأسية جول، فهد الصحفي، فهد الآن يتقدم بهذه الرأسية وبهذا الهدف الأول لمصلحة البحارة، هات السنارة، هذا البحارة، الهدف الأول يأتي لمصلحة جيجي الجامع. هذه الأربع الجولات المتبقية وحتى الصافرات الأخيرة لمتابعة كل الأحداث لنادي جدة، هنا الآن الكرة العرضية والإبعاد الحاضر، شوف هنا تتلقى سيلا من الخسائر، لكن يجب أن تصمد وأن تبقى حتى الأخير. 42 هدف في المركز 11 مع اللقاءات الماضية. تلعب عالية طويلة رأسية تاريخية في هذا النادي من خلال أيضا ابن اليوم موجود في حراسة المرمى، هنا الآن تلعب كرة إلى الأمام، محاولة لمصلحة نادي جدة، جدة يا ماهر، رجل ماهر، ماهر الشمري القادم من عند أي طريقة لتعديل النتيجة، هنا الآن كرة تلعب بالوجو واحد، خطأ لمصلحة نادي جدة، الباحثون عن الهدف الثاني عن تأمين النتيجة، هنا الآن كرة يبدأ نادي جدة الآن مجريات هذا اللقاء بأوضاع مختلفة مع كرات سحرية، كرات سامة، كرات ممكن البعض يسميها كرات انت وضميرك، الكرات اللي ممكن تجعلك أمام حارس المرمى، هنا الآن الكرة العرضية، يعتبر من الأندية اللي هذا المدرب ماهر الشمري، المدرب الموجود هذا المدرب الكويتي واللاعب السابق، ويعني درب نادي صليبيخات وايضا نادي التضامن الكويتي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في عام 2016، انتهت النتيجة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل السلبي، واستطاع نادي الصفا أن يكسب بركلات على مستوى الإصابات وعلى مستوى تراكم الكروت وعلى مستوى البطاقات الحمراء أمام نادي جدة. أصبحت نادي جدة في مجريات هذا اللقاء تحدثنا عن مواجهات الفريقين، تحدثنا أيضا عن أهمية مجريات هذا اللقاء، هنا الآن كرة تلعب على الجهة اليسرى، محاولة للعب كرة عرضية، يبحث عن المكان، يتقدم، هنا الآن كرة تتحول إلى ركلة مرمى مع الصدام، ملعب جميل للغاية وأجواء جميلة للغاية، ويا لها من مواجهة في أكثر من مرة، تعود الآن محاولة لمصلحة نادي جدة، جدة البحارة، جدة وما أدراك مقام، هم كانوا متواجدين منذ يوم الأمس، كرة تتحول من جديد لمصلحة نادي جدة.